العملاقه في فتره الاحماق قبل انطلاق المباراه وهو ما شاهدناه في هذا المساء. بينما هذه الكره عرضيه محاوله بالراس في الجول، في الجول يا ساده، في الجول يا برستيجك يا برستيج، هذا البرستيج حتى في الزاويه الصعبه او في زاويه ممكن تقول على ان الحارس فهد الضرحاني لم يراها. 1-0 للبرتغالي عن طريق الفنان برستيج، يسجل الجول الاول في كره مباغته وفي ارضيه صعبه وبراسيه ممكن كانت صعبه على الحارس فهد الضرحاني. شوف اللقطه هنا، الكره البينيه في العمق خطيره، ثم العرضيه وبعد ذلك الراسيه اللي كانت صعبه. اوه يا فهد الضرحاني، هذه شوف 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 شوف، مش ممكن مش ممكن، هذه باليد اليسرى وليس باليد اليمنى يا الضرحاني. شوف اللقطه هنا، الراسيه وهنا الضربه وهنا الكور، وبالتالي 1-0 لمصلحه فريق ونادي عجمان براسيه برستيج. برستيج يضرب الشباك ويسجل بيني لعلي مدن، وصلت الى وليد ازار، وليد 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 في الجول، حتى لفراس بالعربي خلصها، فراس بالعربي خلصها في المرمى، جابها وفي الشباك وفي الشباك، اضاف الثاني لفريق عجمان. البرتغالي ينهي هذه الامسيه بثنائيه في ملعبه ويؤكد على ان العقده تتوقف في اكتوبر، في اكتوبر 2022 بعد ان بدات في اكتوبر 2018 تنتهي وتتوقف عند شهر 10 لعام 2022. علي مدن بلمسه سحريه جميله، الزارو استلمها، وفراس بالعربي بثلاث لمسات وبثلاث لعبات وبثلاث تمريرات وبثلاث كرات، عجمان يخلص المباراه ويسجل هدف الامان وهدف الاطمئنان للبرتغالي عجمان.